من أصعب الفيز الفيزا العراقية. نعم، أنت كعراقي تقول أنت مثلا يدخل ماليزيا يعطوك 30 يوم بالمطار، أوكي فري فيزا مجانا. العراقي راجع السفارة وأوراق ودعوات و 70% رفض، ما ينطون فيزا العراق. نعم نعم، ما ينطون فيزا العراق، كل الصعبة. أنت شلون ما أعرف شنو الغاية، ما نعرف شنو المبرر. أنا من شنو يعني كسفارة عراقية هناك كشركة أجنبية؟ لا لا، أنا ما أعتقد المبارد. ما أعتقد أكو فد مشكلة في موضوع التذاكر. ممكن أي طيران بالعالم من يوم غد يعني يعمل أي اتفاق وينزل. هذا مو موضوع موضوع كبير. أولا موضوع الفيزا، سمة دخول الأجانب إلى العراق. يعني أحكي لك فد حقيقة صارت معي في هذا الملتقى. شركات عندي، هاي الشركات حاضرة المفروض مشاركة، رغم اتمنت وزارة الثقافة والسياحة قدومهم، لكن بحدود 5 شركات ما حضروا لتأخير الفيزا بسبب موافقات صعبة جدا جدا جدا. مع العلم هذه الشركات يعني حاضرة ومشاركة في ملتقى سياحي عراقي مدعوم من وزارة الثقافة والسياحة. هاي معاناة كبيرة. أضف إلى ذلك اليوم مجاميعنا السياحية، اليوم مثلا أنا إذا أريد أفوج في جروب سياحي 40-50 شخص، عامل التأشيرة مهم جدا. لما أريد أخذ مقاعد لا تكون تأشيرتي سهلة، بالتالي راح أسهل قدوم. ونشوف إحنا هواي من دول العالم كثير فيزتهم أن أرايفل بالمطار، كثير من دول العالم، كثير من دول العالم الشركات السياحية وزارة الداخلية التابعة لها يعني مطيتهم تخويل أنه يفيزون عن طريق يعني أكو فلترة أمنية بالموضوع.